الجزائر تسرق طائرة كنادير مغربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. ادعى التلفزيون الجزائري الرسمي استلام الجزائر طائرات إخماد الحرائق من نوع كنادير، وتبين أن الصورة التي تم نشرها تتعلق بطائرة كنادير مغربية. الصور التي تم نشرها عبر الحساب الرسمي للتلفزيون الجزائري بموقع إكس تويتر سابقا، تم التلاعب بها من خلال حذف شعار القوات الملكية الجوية وإرفاقها بعنوان عريض: استلام الجزائر لأربعة مدرجات هبوط وحوامات وطائرات إخماد حرائق الغابات بمنطقة البليدة. المنشور لقي موجة من السخرية من قبل النشطاء الذين استغربوا حذف شعار القوات الجوية المغربية، ثم ادعاء تسلم طائرات من نوع كنادير تبقى إلى حدود الساعة غير متوفرة لدى الجزائر. وبعد اندلاع الحرائق في الجزائر خلال شهر يوليوز المنصرم، طرح من جديد سؤال حول تأخر تسلم طائرات إخماد الحرائق التي وعد بها الرئيس عبد المجيد تبون العام الماضي، الأمر الذي دفع السلطات الرسمية إلى الرد بنشر صور متوالية لطائرات هليكوبتر تابعة للجيش شاركت في عمليات الإطفاء التي همت إخماد حوالي 80% من مساحة الحرائق. وسبق أن تطرقت تقارير صحفية إلى تقدم الجزائر بطلب خدمات طائرات إطفاء من الشيلي لمواجهة الحرائق، كما ذكرت مصادر إعلامية جزائرية أن عدم التزود بهذه الطائرات يعود إلى تراجع مورد روسي عن وعوده بعد اندلاع الأزمة في أوكرانيا. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في أمان الله وحفظه.